لطالما كانت العشائر الأردنية وما زالت محط اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، فحرصه على التواصل الحثيث والمستمر مع وجهاء وأبناء العشائر على امتداد رقعة الوطن عزز مشاعر الولاء والانتماء. وبنفس الروح الودودة يستقبل الأردنيون ملكهم ولا يترددون في التعبير بعفوية عن ولائهم للهاشميين. نهنئ ونبارك لجلالة الملك عبد الله بعيد ميلاده الميمون، ونقول في هذه المناسبة العزيزة على قلب كل أردني وعربي أصيل بأنه ميلاده ميلاد أمة. هذا الميلاد اللي أكد من خلال مسيرة ومنذ استلام العرش لجلالة الملك على النهوض والاستمرار بنهج الهاشميين في التواصل مع أبناء العشائر في المملكة الأردنية الهاشمية في مواقعهم وميادينهم وبكافة فئاتهم وبكافة أطيافهم. للأمانة التواصل مع أبناء شعبه لما كان يأخذ الأفكار منهم من أبناء العشائر كانت تلقى باهتمام من خلال بنفس اللحظة تم متابعتها من معالي رئيس الديوان ولقاءات مباشرة وتم تنفيذها على أرض الواقع. إحنا لحظة استشهاد العميد الدكتور عبد الرزاق الدلبيح أحد أبطال الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، يعني كان وقع الحدث وقتها وتوقيته كان يعني مؤلم جدا، إلا أنه كان وقع زيارة جلالة الملك المباشرة وبرفقته سمو الأمير حسن عم الأردنيين أجمعين وأجهزته وقادة الأجهزة الأمنية كاملة في اللحظة المناسبة أثر علينا وطمأننا، وبنفس الوقت أصبح الرأي الآن ملك إيديه. الدليل أنه جلالة الملك هو الشيخ والملك وهو القائد وهو الأب وهو كل شيء. سيدنا أمر أجهزته الأمنية وأوفى بأنه خلال فترة ومدة محددة، وهذه المدة كانت هي متعارف عليها عند العشائر في الوطن العربي والمملكة الأردنية الهاشمية اللي هي 3 أيام وثلث. جلالة الملك سبقنا لأنه هو أبو العادة، هو أبو العرف، هو أبو العشائر.